وقت قيام الليل والمستحب كم ركعة؟ وقت قيام الليل من بعد العشاء إلى الفجر والأمر فيه مفتوح، لأن التحديد بعدد الركعات في قصور بعض الشيء في الفهم، لأن الركعات إذا طالت تختلف عن الركعات إذا قصرت، والعبرة في قيام الليل بزمن القيام لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه.